السلام عليكم يا دكاترة. الموضوع اللي هكمل معاكم فيه في الثيرابي هو موضوعين. الموضوع الأول هو النوزيا والفوميتنج، والموضوع الثاني هو الليفر ديزيزز. يعني يعني هو المفروض إن هو يتشرحوا في وقت أكتر من كده، تمام، أو في مجهود أكتر من كده، بس يمكن ده اللي إحنا مدينه لحضراتكم في الكتاب، واللي ان شاء الله يعني حتى ممكن تبقى في حاجات تاني برضو انا يعني اقول لكم عليها اذا كانت تبقى مهمة ولا مش مهمة يعني. طيب خلينا اول حاجة نتكلم على النوزيا والفوميتنج. بس الريكورد شغال. طيب خلينا اول حاجة نتكلم عليها هي النوزيا والفوميتنج. الباثوفيسيولوجي بتاع النوزيا والفوميتنج ايه؟ احنا يا جماعة النوزيا والفوميتنج مينلي هما بحد ذاتهم هما مش مرض، وإنما هما سيمبتومز لأمراض تانية مختلفة كتير. وعلى قد ما هما سيمبتوم بس، لكن في الأوقات كتيرة ممكن تبقى علامات قلق كتيرة أو كبيرة بتحتاج إن إحنا نفهم إيه السبب اللي عمل النوزيا والفوميتنج. عشان كده إحنا بنقول هما commonly associated symptoms that result from a complex interaction between the central and the peripheral pathway. اللي بيتكلم هي عليه هنا اللي هو الانتراكشن ما بين السنترال والبريفرال باثوي، هو الميكانيزم نفسه بتاع الفوميتنج بيحصل ازاي. عمليه الفوميتنج فيها تحكم يا دكاتره، اول حاجه عن طريق السنترال او السنترال، تاني حاجه عن طريق البريفرال. خلاص. طيب سنترالي احنا متحكمين ازاي في الفوميتنج او بيحصل ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الكيمو تريجر زون والفوميتنج سنترز، ودول موجودين في المظله او موجودين زي ما بيقولوا كده في البرين. اي ستيميوليشن ليهم هو ممكن يعمل ستيميوليشن للفوميتنج والنوزيا. طيب بريفرالي الارياز او ذا موست امبورتنت ارياز اللي ممكن تسبب حاجه زي كده، اول حاجه الجاستريك ميكوز، عشان كده اوقات كتير لو حد عنده مشكله في الجي اي تي والسموث ماسلز بتاعه الجي اي تي على طول نلاقي هي accompanied with vomiting، والفيستيبولار سيستم اللي موجود في الانر اير. خلاص. طيب كل دول فيهم لو حصل مشكله في البريفرال دايما بيبعتوا سيجنالز للسنتر اللي هو الام اللي هو الكيمو تريجر زون والفوميتنج سنتر، ويبدا يحصل انيشيشن للميكانيزم او الباثوي بتاع الفوميت. طيب لو جينا نتكلم على حاجات مهمه زي الفيستيبولار سيستم اللي احنا لسه قايلين من شويه ان هو موجود في الانر اير، ده ريتش في الماسكارينيك ريسبتورز، ريتش في الهيستامينيك اتش 1 ريسبتورز، وبالتالي اي ستيميوليشن او اي ديستربنس موجوده في الفيستيبولار سيستم بيحصل اكتيفيشن على طول للمسكرينيك ريسبتور والهيستامين، ونبدا يحصل انيشيشن للفوميتنج ميكانيزم، واللي بتبدا تبدي رسائل للكيمو تريجر زون وهكذا. طبعا ممكن البريفرال برضو يحصل فيه يعني مش في كل الاوقات لازم يبقى عن طريق الفيستيبولار سيستم، لا هو ممكن يحصل بالفيستيبولار، ممكن يحصل بالجاستريك ميكوزا زي ما قلنا من شويه. طيب الكيمو تريجر زون ايه الريسبتورز المتحكمه فيها؟ عندنا الريسبتورز اللي متحكمه فيها هي الدي 2 ريسبتورز والسيروتونين 5 اتش تي 3 ريسبتورز والاوبويد ريسبتورز، لكن اهمهم طبعا هو ال 5 اتش تي 3 والدي 2 ريسبتورز، وطبعا كمان في ماسكارينيك ريسبتورز وفي سبستنس بي ريسبتورز. الفوميتنج سنتر بقى اللي موجود في المظله بيستلم انبوتس او بيستلم سيجنالز سواء من الكيمو تريجر زون او سواء من الفيستيبولر سيستم. خلاص. ويبدا يحصل الانيشيشن بتاعه الفوميتنج. طيب يبقى الاستيميوليشن اوف الفوميتنج سنتر اللي جايه من السنسوري نيرفز سواء من الهارت سواء من الفيسر سواء من الفيرنكس، يعني اي مشكله خلاص حصلت في الهارت، حصلت في الاحشاء، حصلت في الجهاز التنفسي الفيرنكس تحديدا، كل ده ممكن يعمل استيميوليشن للفوميتنج سنتر. عشان كده احنا بنقول الفوميتنج هو عباره عن مش ديزيز في حد ذاته، وانما هو اسوشيتد سيمبتومز مع حاجه حصل لها ستيميوليشن عن طريق مثلا الهارت، عن طريق الفيسرا، عن طريق الفارنكس، عن طريق الريسبيراتوري سيستم، كل ده ممكن يسبب اكتيفيشن او ستيميوليشن للفوميتنج سنتر ويبدا يحصل عمليه الفوميتنج. زي لو احنا حصل في اوقات مواد اسمها اندوجينس نوزييتنج سبستنسز بتسبب في خروجها حاجات زي الراديشن الاشعاع او بعض الاكسجينوس دراجز او بعض التوكسينز، كل ده بيسبب برضو المعده انها تو اكسبيل اتس كونتنت او تحصل ان هو يحصل فوميتنج عن طريق الماوث او حتى النوز
عن طريق الاكتيفيشن برضو اوف الفوميتنج سنتر والكيمو تريجر زون. عشان كده الموضوع ده مهم ان احنا نعرف ان في تحكم فيه عن طريق البريفرال سيستم اللي بتبعت سيجنالز للفوميتنج سنتر تحديدا اللي موجوده في البرين، او الكيمو تريجر زون اللي هي كمان برضو بتبعت سيجنال للفوميتنج سنترز ويبدا يحصل عمليه الفوميتنج. ايه بقى الكوزيتيف فاكتورز اللي ممكن تسبب الباثوفيسيولوجي اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ اول حاجه البريجننسي. معروف ان البريجننسي اشهر علاماته هو النوزيا في الفوميتنج، خاصه اللي بتحصل في الصباح الباكر واللي بتحصل عند 70% من الستات الحوامل في الفيرست ترايمستر. بعض الدراجز اللي بتشتغل على الكيمو تريجر زون وتعمل لها اكتيفيشن زي الابومورفين، زي الاستروجين، زي الال دوبا، زي الاوبييتس، زي الكيموثيرابيوتكس الادويه بتاعه الكيموثيرابي، زي الارجوت الكالويدز، زي الكاردياك جلايكوسايدز، وبعض الدراجز اللي ممكن تشتغل دايركتلي زي الايبيكيك واللي احنا بنستخدمها في ان احنا لو حد بلع سم او حاجه وعايزين نفضي معدته او نخليه يعني تو اكسبيل التوكسين ده بسرعه بندي شراب الايبيكيك واللي هو بيخليه على طول يحصل فوميتنج بصوره دايركت مباشره. يبقى في ادويه ممكن تشتغل على الكيمو تريجر زون او دواء دايركتلي يشتغل على الاستومك ويبدا يخليها تعمل اكسبيلنج للكونتنت بتاعتها. كمان الموشن سيكنس من الحاجات اللي بسبب انه بيحصل ديستربنس في الفيستيبولار سيستم اللي موجود السفر ده. الناس اللي بتسافر بيحصل حاجه اسمها موشن سيكنس، هو بيبدا يحصل عندهم نوزيا فوميتنج، بيحصل لهم ديستربنس في الفيستيبولار سيستم ده ويبدا ساعتها يبدا يرسل سيجنالز للفوميتنج سنتر ويحصل فوميتنج. البيبتيك ألسر من الحاجات اللي بتعمل دايركت اريتيشن للاستومك وتبدا تدي سيجنالز للفوميتنج سنترز ويحصل برضه فوميتنج. بعض الميتال بويزنينج زي الانتيموني، المايوكارديال انفاركشن، الرينال فيلير، الهيباتايتس، كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين ديزيزز كتيره جدا خلاص وارد جدا انها تعمل انيشيشن للفوميتنج. طيب لو انا عايز اعالج بقى في ادويه مختلفه ممكن استخدمها في علاج الفوميتنج. اول دراج هو الفينوثيازين زي البروكلوروبيرازين والبيوتيروفينونز زي الهالوبيريدول. الادويه دي احنا اتفقنا ان الدي 2 ريسبتورز مينلي وال 5 اتش تي 3 ريسبتورز والهيستامين والمسكارينيك ريسبتورز، دول الريسبتورز اللي الاستيميوليشن بتاعهم انفولفد في عمليه الفوميتنج. يبقى انا لو عملت بلوك للدي 2 ريسبتورز عن طريق الفينوثيازينز انا هنا ممكن كمان اوقف الفوميتنج. بالاضافه لكده الفينوثيازين زي ما هم المين اكشن بتاعهم اللي هو بلوك الدي ريسبتورز هو عنده انتي هيستامينيك اكشن وعنده انتي ماسكارينيك افكت، عشان كده هو من الحاجات اللي ممكن يبقى ليها سيداتيف افكت في الادفيرس افكتس بتاعته، ممكن يبقى ليه اتروبين لايك سايد افكتس اللي هي بتبقى دراي ماوث، كونستيبيشن، بلارد فيجن، والبرولونجد يوز خلي بالنا في الاطفال مش مفضل لانه ممكن يعمل ضعف في العضلات عندهم، يعمل ديستونيا ويعمل باركنسونيان لايك سايد افكتس. ده بالنسبة للفينوثيازين. طيب الحقيقة ان اشهر ادوية الفوميتنج والميسيس هي السبستيتيوتد بنزامايدز وال 5HT3 ريسبتور بلوكرز اللي هم الاندانستيرون والجرانستيرون. السبستيتيوتد بنزامايدز اللي احنا بنقول عليه ميتوكلوبراميد ده بيشتغل كدي 2 ريسبتور بلوكر برضو، والادوية دي بتقدر تشتغل سنترالي وبتقدر تشتغل كمان بريفرالي. In addition, these agents كمان يقدروا يعملوا stimulation للcholinergic receptors اللي في الجاستريك smooth muscle وبالتالي بيسهل الجاستريك امباينج خلاص. طبعا حد هنا ممكن يسأل يقول ازاي، طب مش انت عايز توقف الفوميتنج؟ هي الفكرة ان هو هيوقف الاكشن بتاع الفوميتنج وفي نفس الوقت بيسهل عملية الجاستريك امباينج لو في اي توكسين او في اي حاجة بتطلع، وبالتالي هو يعني زي ما تقدر تقول كده نقدر نقول عليه ان هو ليه dual action، لكن الميكانيزم الرئيسي ان هو طبعا stop الفوميتنج. طيب الموضوع بتاع الاستيميوليشن الكولينرجيك ريسبتورز ده في ميزه ثانيه ان هو ممكن ينظم حركه المعده، وبالتالي الحاجات دي افكتيف اكتر من الفينوثيازينز او البيوتيروفينون البيوتيروفينونز تمام، خاصه لما يبقى الكوز اوف فوميتنج سببه جاسترو انتستينال او بيلياري ديزيز. يعني لو حاجه سببها المعده او سببها مشاكل المراره مفضل جدا ان الفوميتنج ساعتها نديله الميتوكلوبرامايد. طيب بالنسبه للاندانستيرون او الجرانستيرون اللي هو 5 HT3 ريسبتور بلوكرز وزي ما قلت الدوين دول مهمين، دول فيري فيري سترونج از انتي ايميسيس ايجنت خلاص، سبيشالي في الكيموثيرابي انديوس نوزيا فوميتنج، الترجيع اللي بيبقى شديد بيلجا على طول للاندانستيرون. وكمان ممكن نحط معاهم ديكساميثازون وده بيبقى افكتيف قوي في حاله الايميتوجينيك كيموثيرابي او الايميسيس اللي جايه من الكيموثيرابي.
عندنا البنزودايازيبين زي اللورازيبام بيستخدموا، الكورتيكوستيرويد بيشتغل كأنتي إيميتك لكن الميكانيزم بتاعه مش معروف، كانابينويدز زي اللونابينول والنابيلون ودول بيشتغلوا على السريبرال كورتكس، بيعملوا ستيميوليشن للسنترال والبريفرال كانابينويد ريسبتورز، وبالتالي بيشتغلوا بطريقه شبه البروكلوروبرازين اللي هو الفينوثايازينز في علاج الكيموثيرابي انديوز نوزيا وفوميتنج، ومشكلتهم طبعا ان هم ليهم مشاكل في السي ان اس والبيهيفيرال كتير. الانتي هيستامينيك سائلين لان هو هيوقف الاتش 1 ريسبتور زي الدايفين هيدرامين، الانتي ماسكارينيك زي سكوبلامين اللي هو ماسكارينيك ريسبتور بلوكر وخاصه في الموشن سيكنس، النيوروكاينين 1 ريسبتور انتاجونست، ودول الريسبتورز اللي بيشتغل عليهم السبستانس بي اللي احنا قلنا بيشتغل في الكيمو تريجر زون خلاص، فلما اعمل لهم انهيبيشن هقدر اعمل كاتنج في السيجنالنج بتاعه الكيمو تريجر زون، وبالتالي هقدر اوقف الفوميتنج ميكانيزم. ده يا شباب من حيث موضوع الفوميتنج. طيب من حيث موضوع الليفر ديزيزز هنتكلم فيه على شويه حاجات مهمه، في حاجات تانية هتبقى رخمه شويه يعني لان الموضوع مختصر، فهحاول بقدر الامكان اوضح معاكم الحاجات اللي تهمنا يعني. الليفر ديزيزز اول حاجه او اول سلايد موجود عندنا ان احنا محتاجين نفرق ما بين الاكيوت والكرونيك ليفر ديزيزز او الاكيوت هيباتايتس والكرونيك هيباتايتس. زي ما موجود قدامنا كده الاكيوت هيباتايتس او عموما كلمه اي اكيوت ديزيز هو المرض اللي بيبقى حد شويه وبيستمر لمده ايام قليله وغالبا ريزورف كومبليتلي او بيخف لوحده. فهو في الاصل الاكيوت هيباتايتس هي سيلف ليميتنج كونديشن بتقعد لمده ايام قليله خلاص. ليه؟ لان الهيباتوسايتس في الاصل هي ستيبل سيلز فبتقدر تسترجع وظائفها تاني، لكن في بعض الحالات النادره ممكن يسبب سيفير ديزيز يؤدي الى الكوما والديث لو حصل هيباتيك فيلر. طيب بالنسبه للكرونيك هيباتايتس ده طبعا الانفلاميشن بتاع الليفر قعد فتره طويله عدت الست شهور، وده للاسف بيسبب اللوس للشكل الطبيعي او النورمال اركتكتشر بتاع الليفر، مما يؤدي الى تكوين او الى حدوث السيروسيس اللي احنا بنقول عليها تليف الكبد، واللي بتؤدي الى الفايبروسيس او فايبروس بانز، بتقسم الليفر الى مناطق من الريجنريتيف تيشو لكنها لها الريجولار باترن فيها نوديولز، واللي بتقلب بعد كده الى فايبروسيس، واللي دي لما بيقلب لفايبروسيس بيبقى ساعتها الريفرسبل بروسيس وما بيقدرش ساعتها يرجع للريجنريشن بتاعه تاني، وفي الحاله دي احنا معرضين للديث، واللي ممكن يحصل لان خلاص بعد الفايبروسيس التيشو بتاعتنا ما بقتش قادره تعمل النورمال فانكشنز المطلوبه منها. طيب لما نيجي نشوف الاتيولوجي واسباب الاكيوت هيباتايتس والكرونيك هيباتايتس هنلاقي ان الاكيوت ليفر ديزيز مينلي سببه الهيباتايتس اي، زي ما قلنا هو في الاول وفي الاخر هو سيلف ليميتنج، وان شاء الله مع الراحه بيخف مع بعض المكملات الغذائيه بيبدا يستعيد قوته تاني. كمان ممكن يحصل عن طريق بعض الدراجز التوكسينز الكيميكالز ممكن تسبب الاكيوت هيباتايتس. لكن كمان بالنسبه بقى للكرونيك ليفر ديزيز عندنا 6 فاكتورز ممكن تؤدي الى كرونيك ليفر ديزيز، وال6 فاكتورز دول في غايه الاهميه. يبقى السلايد دي مهمه جدا بالنسبه لي اللي هي الفرق بين الاكيوت والكرونيك هيباتايتس، والسلايد الثانيه اللي هي فيها والايتيولوجي، والسلايد الثانيه اللي هي فيها الاسباب الرئيسيه او ال6 فاكتورز الرئيسيه اللي ممكن تسبب او ممكن تؤدي الى الكرونيك هيباتايتس، واللي هم كالاتي. اول حاجه الفيروسز زي الاتاك اللي بيحصل عن طريق هيباتايتس بي او عن طريق هيباتايتس سي فيروسز، ودول مشكلتهم ان هم ممكن يحصل فيهم اما يعني كومبليت كليرنس للوظائف بتاعه الكبد خالص وتعمل فيلير وتسبب الى ديث، او انكمبليت كليرنس ان الشخص بيبقى حامل للمرض لكن ما بيظهرش لسه عليه اعراض، ويوم ما بنبدا نعرف ان الشخص ده عنده هيباتايتس سي بيكون خلاص لما بدات تظهر عليه اعراض واصبحت الموضوع متاخر. الدراجز والتوكسين زي الاكسسيف الكحول انتيك، لا يقوى لا يتحمل. لحظه واحده يا دكاتره نرجع لموضوعنا يا دكاتره. تمام يبقى احنا عندنا في برضو دراجز او توكسينز ممكن تسبب الكرونيك هيباتايتس زي الاكسسيف الكحول انتيك، الناس اللي بتشرب كحوليات، الفيتامين اي اوفر دوزنج وما ناخدش بالنا منها، حاجه اسمها البانتو سيديروزز وده
اللي هو التوكسيستي بالايرن، الايرن اوفرلود، والاسم ده جاي من ان هو اول ما لقوه في الناس بتوع افريقيا فسموها البانتو سيديروزيس. الاوتو اميون ديز اوردرز زي البرايمري بيلياري سيروسيس، البيلياري ابستراكشن، فور اكزامبل الانهيريتد بيلياري ارتيجيا اللي هي الديفيشنسي، المولودين ما في عندهمش اصلا بايل داكت، والجول ستونز، كل الحاجات دي لو عملت بيلياري ابستراكشن بتتسبب معاها في كرونيك هيباتايتس. الفاسكولار ابنورماليتيز زي حاجه اسمها الفينو اوكلوسيف باد شياري سيندروم، ودي بلاد كلوتس بتعمل اوبستراكشن للهيباتيك فين، والبرولونجد رايت سايد هارت فيلير واللي بيسبب زياده في الفينس باك بريشر واللي بنقول عليها كاردياك سيروسيس. طبعا يعني الموضوع كله في الليفر ديزيز يعني يعتبر حفظ شويه. الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم زي الناس اللي الاطفال اللي بتتولد عندها هيموكروماتوسيس، وده بيبقى عنده اكسسيف ايرن ابزوربشن، الايرن ابزوربشن بيمتص عنده بصوره كبيره جدا وطبعا بيعمل توكسيستي على الدم والار بي سيز. الويلسونز ديزيز ودي مشكله فيها بيحصل فيها كبر اوفرلود، والالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. ايه الكلينيكال مانيفيستيشن اللي ممكن اشوفها لحد عنده هيباتايتس، تحديدا الكرونيك هيباتايتس او حتى الاكيوت هيباتايتس، بس احنا بنتكلم بالتحديد هنا على الكرونيك. اول حاجه الفينجر كلابينج اللي هو الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، الشكل المحمر اللي احنا شايفينه ده كانك سقفت على حاجه فخلت ايدك تحمر. ليه؟ بسبب ان الارتيريال فينوس شانس اللي موجود شانت اللي موجوده في السكن حاصل فيها مشاكل وحاصل فيها ابستراكشن فبتسبب الى الكونجيشن والاحمرار اللي احنا بنشوفه ده. الثانيه اللي هي الهيباتوميجالي، تضخم الليفر وتضخم السبلين، وده بسبب البورتال هايبرتنشن. الحاجه الثالثه اللي بنبدا نشوفها بعد كده الاسايتس والسوولن لور ليمبس اللي احنا بنقول عليهم الاستسقه، واللي بيبقى مصاحب معاه البريفرال اديما، وده بسبب ان بسبب مشكله الليفر الالبومين ما بيتصنعش، ولو الالبومين ما اتصنعش وفي نفس الوقت حصل ديكريز في الالدوستيرون ميتابوليزم بيصاحبه على طول اسايتس وبريفرال اديما. الجاينو كوماستيا اللي موجوده في الميلز والانفيرتيليتي في الفيميلز بسبب ان بيقل الاستروجين ميتابوليزم. الهيباتيك كوما ودي اخر حاجه بسبب فاكتورز كتيره جدا اشهرها الاكيوميليشن اوف النيتروجينس كومباوندز والديستربنسز ان النيوروترانسميتر ميتابوليزم، ويمكن احنا اتكلمنا عليها حتى في الكونستيبيشن الهيباتيك كوما لما قلنا ان بسبب الجاستريك ديستربنس والمشاكل اللي حاصله في الليفر بنلاقي الشخص ده واللي الليفر ما بيقدرش يتخلص من النيتروجينس كومباوندز، فبنلاقي الشخص ده ان اي شويه بكتيريا بيعملوا فرمنتيشن للستول في معدته بيطلع الامونيا او نقول عليها نيتروجينس كومباوند، واللي لما بتروح للبرين عنده تبدا تعمل له انسيفالوباثي اللي هي بتسبب الهيباتيك كوما اللي احنا شايفينها دي. طيب اللاين اوف ثيرابي اللي احنا بنمشي عليه ثلاثه لاين، اللاين الاولاني اللي هو البريفنتيف ثيرابي، اللاين الثاني ديزيز موديفاينج ثيرابي، اللاين الثالث سيمتوماتيك ثيرابي، يعني نبدا نعالج الاعراض. طيب تعالوا نشوفهم كده واحد واحد. اول حاجه البريفنتيف ثيرابي، في عندنا نوعين في البريفنتيف ثيرابي، ان احنا نعمل من الاخر كده اللقاحات الاميونايزيشن، فعندنا نوعين الاكتيف اميونايزيشن والباسيف اميونايزيشن. صار شديد كده الاكتيف اميونايزيشن هو ان احنا بنستخدم الانتيجين نفسه عشان نعمل استيميوليشن للمناعه بتاعه الانسان ويطلع قصادها انتي بوديز تبدا تحارب الفيروس، لكن طبعا بنستخدم الانتيجين بكميات محدده. طيب يبقى البيشنت اللي هم سسبتبل للهيباتيتس بي والهيباتيتس سي خلاص بيصنعوا لهم انتيجين، مين ليه؟ دول اللي بيعمل لهم الاميونايزيشن، يعني الناس المعرضه للهيباتيتس بي او سي، الناس اللي شغالين في الهيلث كير وهكذا. فالانتيجين بيتصنع عن طريق ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، وبنديه عن طريق 3 دوزز عند الزيرو والواحد وال6 مانس، وبنكرر ده لو احنا احتاجناه في حوالي 5% من الناس، لغايه اما السيرم ليفل بتاع الانتي بودي اللي بتكون اجينست الهيباتيتس بي على سبيل المثال يبقى 100 انترناشونال يونت بير لتر. طبعا ده خاص بالهيباتيتس بي، لسه الهيباتيتس سي ما لقيناش حاجه زي كده. الهيباتيتس اي بروتين لقينا حاجه زي كده وبنديها في 2 دوزز على مدار 2 ويكس او 1 مانث.
طيب الباسيف ايمونيزيشن هو الايمونيزيشن على طول بالانتي بودي مباشره، يعني في الاكتيف بنحط انتيجين فالجسم يكون له انتي بودي، امال في الباسيف بندي الانتي بودي مباشره. يبقى السيرم بنسحبه من العيانين اللي عندهم هاي ليفل او من الناس اللي عندهم هاي ليفل من الانتي اتش بي اس، بنحقنه تاني في خلال 48 ساعه من الانفكشن بهيباتيتس بي، وبندي انذر دوز تاني بعد 30 يوم. مهم فين الانتي اتش بي اس؟ مهم في النيونيتس اللي بيتولدوا في خلال 12 ساعه لامهاتهم اللي هم عندهم هيباتيتس بي. بنستخدمه في الهيباتيتس اي ايميونايزيشن، خاصه للناس اللي بيسافروا في الانديميك اريا اللي فيها هيباتيتس اي. طيب ديزيز موديفاينج ايجنتس زي ايه؟ التريتمنت اوف الفيروس نفسه، ديزيز موديفاينج ايجنتس بنحاول نعالج الديزيز، اللي فات ده بريفنشن. طب وهنا تريتمنت زي، طبعا تريتمنت الفيرال هيباتيتس لغايه دلوقتي مش افكتيف قوي خاصه في هيباتيتس سي. الانتي فيرال ايجنتس زي الاسايكلوفير والفيدرابين مش بروميسنج وبيعملوا مشاكل. الموست بروميسنج هو الانترفيرون زي الالفا انترفيرون اللي جاي من البيتا ليمفوسايتس، البيتا انترفيرون اللي جايه من الفايبروبلاست، الجاما انترفيرون اللي جاي من التي ليمفوسايتس، والالفا انترفيرون يعتبر هو الموست افكتيف. طيب الانترفيرونز بيتاخدوا في دوزز حوالي 5 مليون يونت سبكيوتينيوس 3 تايمز بير ويك لمده 4 شهور. ليهم سايد افكتس بنقول عليها بتعمل فلو لايك سيمتومز، اكتبوها دي عندكم فلو لايك سيمتومز، بتشمل ايه؟ المسل بين، الهيديك، هايبرثيرميا، والكلام ده ممكن نقلل الفتره بتاعته لو ادينا باراسيتامول. طيب ممكن اعالج الاوتو اميون كرونيك اكتيف هيباتايتس لو سببها حاجه اوتو اميون ديزيز، فدي حاجه تعمل اميونو سبريشن زي البريدنيزولون عند اللو دوز من 5 ل 40 ملي جرام بير داي، او الازاثيوبرين خلاص از ستيرويد سبيرنج دراج يعني بدل الستيرويد، لكن المشاكل بتاعته بون ثيننج وبيزود السسبتبيليتي للانفكشن. طيب اعالج الهيموكروماتوزيس اللي احنا اتفقنا انها انهيريتد عند التشيلدرن او النيونيتس وبيبقوا مولودين ب عندهم اكسسيف ايرن ابسوربشن، فبيعملوا لهم حاجه اسمها ريجولار فينسكشن او بلاد ليتنج او بيقولوا عليها فليبتومي خلاص. دول بيعملوا ايه؟ بيسحب منه دم، بيشيل الدم يعني بيسحب منه دم، بينزل منه دم زياده خلاص علشان خاطر يسبب ان الاكسسيف ايرن بادي ستورز تو بي يوز تو مينتين نورمال بلاد هيموجلوبين خلاص، بيقلل كميه الار بي سيز، الار بي سيز غرقانه بالايرن فبيقلل شويه منها بحيث ان هو يستخدم اللي يفضل من الايرن يبقى كافي بس للنورمال هيموجلوبين، ما اقدرش يبقى عندي اكسسيف من الايرن تعمل لي توكسيستي او تعمل لي توكسيك هيموجلوبين. وطبعا لازم القرايب، ان هو دي حاجه في الاول وفي الاخر وراثيه، ممكن يبقوا اسيمتوماتيك فلازم نبدا نديهم التريتمنت ده قبل ما يحصل لهم سيل دامج وهم مش عارفين. كمان بنعالج الويلسونز ديزيز اللي هو كان فيه اوفرلود بالكبر، بان احنا ندي بنسلمين، البنسلمين ده هو كليتنج ايجنت للكبر والعلاج بيستمر معانا لغايه سيفرال ايرز. طيب بعد كده بنتكلم على السيمتوماتيك ثيرابي، بنعالج اعراض، اعراض المشاكل اللي هي الهيباتيتس زي الجوندس الصفراء واللي بيبقى احد اسبابها طبعا الهيباتيتس بالاضافه الى الجولستون، فعلاج الجولستون شيل الجولستون سيرجيكالي او ادي ميديكال تريتمنت زي الارثو دايوكسيكوليك اسيد او الكينو دايوكسيكوليك اسيد، والحاجات دي بتقلل الكوليسترول وبالتالي بتزود البايل سولت كونسنتريشن فيبدا يدوب الجولستون. ممكن ادي حاجه اسمها ميثايل تيرشري بيوتايل استرز وبنحقنها في الجول بلادر دايركتلي عن طريق اندوسكوبيك تكنيكس. طيب ممكن ندي انتي هيستامينكس ليه؟ بس هي مش بتعالج الجوندس على قد ما بتعالج البروريتس والاتشنج اللي بتحصل بسبب البيليروبين، لان البيليروبين هو ماده اتشي وبتعمل سكين ألسريشن. ممكن نستخدم الميثايل تستوستيرون لكنه حلو قوي في البروريتس، لكن هو نفسه ممكن يزود الكوليستيسيس اللي هو بتعمل الجولستونز. الاسترويدز كمان افكتيف لكنها عندها مشاكل على اللونج تيرم يوز، وبالتالي الانتي هيستامينك كويسه. طيب بالنسبه للكوليستيرامين ده بيسموه ايون اكستشينج ريزن اسف، بنديه بيبقى 4 جرام 2 ل 4 مرات في اليوم، وميزته ان هو بيعمل كيليشن للبايليروبين. هاويفر عنده مشكله ان هو ممكن يقلل الابزوربشن بتاع الثيازايد دايوريتكس، ممكن يقلل الفات سوليبل فيتامينز، الكالسيوم، الثيروكسين، الديجوكسين، الديجوكسين اسف، الانتي كواجولانس خلاص،
وكمان الفوتوثيرابي من المتعارف الحاجات المتعارف عليها، لو انا استخدمت يو في راديشن عند 450 نانومتر افكتيف في الجوندس، والاضافه الى حاجه اسمها الرير كريجلر ناجر سيندروم، وده انهيريتد ديفيشنسي في الجلوكرونايد ترانسفريز انزيم، احد الانزيمز اللي هي مسؤوله عن نقل البيلروبين والتخلص من البيلروبين. الانتي مايكروبيال زي السيفالوسبورن والمترونزول مع بعض دول بنديهم في السيريس اسيندنج كولانجايتس، واللي هي يعني التهاب البايل داكت يعني. عندي بعض الحاجات التانية سيمتومز تانية ممكن تظهر عندنا زي الكلوتينج ابنورماليتيز، ما احنا ما دام عندنا مشاكل في الليفر هو المصنع او المكان بتاع الكلوتينج فاكتورز، فالبيشنت اللي عندهم برلونجد بروثرومبين تايم واللي بيبقى عندهم بليدنج بسببها كان بيتريتد ويز فيتامين كي. واحنا عندنا تو فورمز من الفيتامين كي، المور اكتيف والمور افكتيف هو الاويل سوليبل فورم اللي بنقول عليه فايتومينادين، خلاص يعني كفايه عليك ان انت تعرف ان هو اويل سوليبل اسمه فيتومينادين، خلاص بنديه على 6 دوزز وعنده مشكله ممكن يعمل انافلاكسس. لكن كمان عندنا ووتر سوليبل فورم اللي هو المينادول صوديوم، لكن مشكلته ان هو ليس افكتيف وده اورال وبيبقى برو دراج. البورتال هايبرتنشن احد المشاكل الكبيره اللي بتحصل بسبب الهيباتايتس، ودي التعامل معاها ان احنا هنعمل ريسسيتيشن وندي ارتفيشال بلازما على هيئة Modified Gelatin Solution اسمها هيماسيل، وأفويد الصوديوم كلورايد لأنه بيعمل Electrolyte Overload وهو أصلاً عنده Portal Hypertension. لو في البليدنج اللي بيحصل بسبب البورتال تنشن نحدد السايت بتاعه عن طريق الاندوسكوبي، وندي Acute Drug Treatment زي الفيتومينادين عشان نوقف البليدنج اللي حاصل دون. برضو نقدر نعمل Stop للContinuous Bleeding عن طريق حاجة اسمها اللينتون، خلاص اللي بنقول عليها سينجاستيكن بليكمور، ودي عباره عن جاستريك تيوب تكنيك بيستخدموه علشان خاطر يوقفوا البليدنج، تكنيك سيرجري حاجه سيرجيكال يعني، او ان احنا نستخدم الفازو كونستريكتورز. ممكن نستخدم الفازو بريسين ده برضو فازو كونستريكتور ومست ان هو هيوقف البليدنج، والسري فيري شورت تي هاف تقريبا 10 20 مينيت، وبنديه في الكونتينوس انترا فينوس انفيوجن هيقلل الفينوس بريشر كمان في السبلانشيك اريا، لكن ممكن يعمل كاردياك اسكيميا، وعشان كده بنستبدله بالتيرليبريسين ده برو دراج بيتحول للليبريسين وده بيقلل الاسكيميا بيبقى مور ليس اسكيميا يعني. الانتاسيدز كمان افكتيف ان هم يقللوا الجاستريك اسيديتي، ليه؟ لان الجاستريك اسيديتي من الحاجات اللي ممكن تزود مشكله البورتال هايبرتنشن، والسكرال فيت من الحاجات المفضله، مش بيفضل الرانيتيدين ولا السايمتيدين، طبعا السايمتيدين كده كده خلاص وقف، بس مش بيفضل الرانيتيدين، ليه؟ لان هو ممكن يعمل كونفيوجن في الدايجنوزيس وممكن يشخص على انه انسيفالوباثي. الفلويد ريتينشنز اللي بتحصل واللي بتسبب اسايتس دي قلنا سببها واحنا بنتكلم في الاول خالص ان الالبومين سينسز بيقل والالدوستيرون ميتابوليزم بيقل، فالحل ان احنا نعمل ايه؟ وطبعا ده كمان بيتبعه فانكشنال رينال فيلير يعني اللي هو بيسموها هيباتو رينال سيندروم، دي مصاحبه للهيباتايتس. الحل ان احنا نستخدم سبيرونولاكتون ده كسبير للالدوستيرون عن طريق 100 ل 200 مللي جرام بنزودها يعني بنزود 100 في 100 في 100 لغايه لما نوصل للماكسيمم بتاعنا اللي هو 1500 مللي جرام بير داي. ممكن نستخدم الفيروزامايد لكن لازم نعمل كاليبريشن في حاله الويت لوس ونظبط الدوز على اساسها. لو استخدمنا الفيروزامايد بنستخدمه 1 كيلو جرام بير داي لو في بريفرال اديما، ولو ما فيش بريفرال اديما هتبقى نص بير داي لو في اسايتس ومعهاش اديما. السبيرونولاكتون النقطه دي مهمه ممكن تيجي كومبليت، السبيرونولاكتون هو اسمور بوتنت از ناتروريتك، يعني ايه ناتروريتك؟ ان هو يعمل اكسكريشن للصوديوم يخرج الصوديوم من الجسم، ومور بوتنت اكتر من الفيروزامايد في حاله السيروتيك بيشنت، لكن العكس في حاله النون سيروتيك، يعني في حاله النون سيروتيك الفيروزامايد بيخرج الصوديوم اكتر من السبيرونولاكتون. نخلي بالنا ان الدايوريتكس ممكن تعمل ديهايدريشن هايبوناتريميا اند هايبركاليميا. النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز از كونترا انديكيتد لانها بتعمل انترفيرنس مع الاكشن بتاع الدايوريتكس، والدايوريتكس انا محتاجها عشان خاطر اتخلص من الفلويد ريتينشن.
الاسايتك فلويدز كمان، الناس اللي عندهم اسايتس انا عايز اتخلص من الفلويد بتاعتهم، بنتخلص بحاجه اسمها باراسينتيسيس، حاجه بيسموها البزق او البزل، دول عن طريق سرنجه بيبدا يسحب الفلويدز الزياده ويخرجها بره البطن، وبالتالي يقلل الاسايتس بتاعته. بيخرج 4 لتر من الفلويدز على ايام متبادله، يعني كذا يوم، لغايه اما يفضي 4 لتر من الفلويدز دي، وبيديله سولت بور البومين بعد 1 ساعة، يعني لمدة ساعة آسف، في نفس الوقت. ممكن يحصل بكتيريال بريتونايتس، التهاب في يعني انفكشن خلاص، بسبب ان الباول بيبقى مور بيرميبل للبكتيريا بسبب البورتال هايبر تنشن، وده بتأكد منه لما بلاقي هاي دبليو بي سي وايت بلاد سيلز موجودة. والدراج اوف تشويس في الحالة دي هي السيربوفلوكساسيلين والامبيسيلين مع الميترونيدازول، لكن الامينوجلايكوسايز كونتر اندكيتد. ليه؟ لان هو الامينوجلايكوسايد اصلا بيعمل نيفروتوكسيستي، واحنا اتفقنا ان مع الهيباتيتس دي في رينال فيلير وفي نيفروتوكسيستي اصلا في الاصل، فبالتالي الامينوجلايكوسايز از كونترا اندكيتد. طيب بالنسبه لي اللي بعد كده الانسيفالوباثي، الانسيفالوباثي دي هي السبب في الهيباتيك كوما اصلا، وجايه من الاكيوميشن اوف الامونيا زي ما شرحتها لكم قبل كده في موضوع الكونستيبيشن او المشاكل بسبب الليفر ديزيزز، ان يعني بسبب عدم قدره الليفر على التخلص. احنا عارفين ان الفيرمنتيشن والبكتيريا الفيرمنتيشن بتحصل للاستول في المعده، بينتج عنها اصلا امونيا، وطبعا الليفر بيتخلص عن طريق الحاجات دي او النيتروجينس كومباوند. الليفر فيه مشاكل فما بيتخلصش عنها، فبتطلع على البرين وبتبدا تعمل للانسيفالوباث. السبب ايه؟ زياده الامونيا النيتروجينس كومباوند والديفكت في الجابا ميتابوليزم، الجابا زياده ما بيحصلوش ميتابوليزم. طبعا الكلام ده اجريفيتد وبيزيد اكتر لو انا في سي ان اس ديبريسنس استخدمتها، في انفكشن، في فلويد ديبليشن، واللي بالتالي اقدر اعمل كنترولنج ليه عن طريق الدايت، عن طريق الانتي بايوتكس، عن طريق اللاكزاتيفز، عن طريق النيورو ترانسميترز. يعني الحاجات دي اللي هي الدايت، انتي بايوتكس، لاكزاتيفز، نيورو ترانسميترز، بستخدمها علشان خاطر ما يحصلش اجريفيشن، ما تزيدش المصيبه بتاعت الانسيفالوباثي. واحنا اتكلمنا على اللاكزاتيفز في محاضره الكونستيبيشن في التحكم في الخطوه دي. طيب انا لما اجي ادي دايت، لازم الدايت بتاع الشخص اللي عنده انسيفالوباثي او عنده هيباتيك كوما لازم يبقى لو في البروتين ان تي. ممكن اساسا نمنع البروتين تماما في بعض الاكيوت كيسز، والفيجيتابل بروتينز هو ممكن يبقى مفضل لو انا عايز اديله بروتين، لانه ويل توليريتد عن الانيمال بروتين. ادي انتي بايوتكس علشان خاطر النيتروجينس كومباوند اللي موجوده في الباول خلاص ناتجه منين؟ ناتجه من البكتيريا، فانا دلوقتي عايز اوقف الاكشن بتاع البكتيريا، وبالتالي ما تعمليش فيرمنتيشن للنيتروجينس كومباوند وما تحولهاليش الى امونيا. يفضل استخدام حاجه نون ابزوربابل زي النيومايسين، ده جود، لكن لازم اوقفه في حاله الرينال امبيرمنت لانه بيعمل مشاكل على الكدني. اللاكزاتيفز اتكلمنا عليهم، واتكلمنا على اللاكتيروز، وقلنا الميكانيزم الامونيا او النيتروجينس كومباوند بتبقى بيزك مثل اللاكتلوزن، وبيتحول عن طريق البكتيريا بتاعه المعده الى لاكتيك اسيد، وبالتالي بيعمل نيوتراليزيشن للبيزك نيتروجينس كومباوندز دي، فما بيحصلش خروج للامونيا، وبتظبط الستول تبقى تو سوفت ستول بير دي. وشرحنا الميكانيزم بتاعها، لكن قلنا ان يعني نزود ان هي ممكن تعمل بعض الابدومينال ديسكومفورت. ندي نيورو ترانسميترز بسبب النقص بتاع الجابا. فاحنا عندنا في الانسيفالوباث عندنا مشكله ان السيروتونين بيزيد والدوبامين بيقل، احنا عارفين ان في دايما بالانس ما بين الجسم، دايما في بالانس ما بين السيروتونين وما بين الدوبامين. لو واحد زاد عن التاني دي مشكله، معناها ان التاني قل، فلازم ارفع التاني. لو واحد قل يبقى اقلل التاني او ارفع التاني. فاحنا بندي ال دوبا عشان يرفع مستوى الدوبامين، سواء بقى اديناه مع الدوبا ديكربوكسيليز انهيبيتور، او اديناه اللي هو اللي اسمها ايه، الكاربيدوبا خلاص. فسواء اديناها مع دوبا ديكربوكسيليز انهيبيتور او لا، مفيش مشكله. طيب وكمان ممكن نستخدم البروموكريبتين. الفلومازينين ده بنزو ديازابين انتاجونست او جابا بلوكر، احنا اتفقنا ان الجابا ما بيحصلوش ميتابوليزم فزياده، فبدي بقى حاجه انا تعمل انتاجونيزم للجابا دي خلاص، ان الليفل بتاعه الجابا هاي بسبب ان في ديفكت في الميتابوليزم. طبعا الكونستيبيشن والبليدنج وحشين وما ينفعش يحصلوا، زي ما قلنا بيعملوا اجريفيشن ل الكونديشن دي، بالاضافه انه بيزود البكتيريال جروث، لان في حاله الكونستيبيشن في ستول كتيره جوه المعده، وبالتالي في بكتيريال جروث اكتر من ان المعده تبقى فاضيه. بالنسبه للنيوتريشن،
في حالة الأكيوت ألكوهوليك هيباتيتس الجلوكوز والأمينو أسيد أدمنستريشن بيبقوا سيف، وبالعكس بيخلوا القلب من سينسز يتصنع كويس. في حالة السيروسيس الأمينو أسيدز مش مفضلة ولازم نوقفها لأنها بتزود الإنسيفالوباثي. الثيامين مهم لحالة اسمها رينيك كوراسكوف سيندروم، وهي دي عبارة عن سيندروم بتسبب الإنسيفالوباثي لأن بينتج السيندروم دي فيها نقص في الثيامين أو فيتامين بي 1. هو أصلاً دي بتسبب إنسيفالوباثي، السيندروم ده هو عبارة عن نقص في الثيامين وبيسبب إنسيفالوباثي. فإحنا الحل إيه؟ ندي ثيامين علشان خاطر نعالج السيندروم وبالتالي نعالج الإنسيفالوباثي أو ما تحصلش الإنسيفالوباثي المصاحبة للثيامين deficiency، خاصة إن الثيامين important cofactor في الجلوكوز ميتابوليزم. برضو الفوليك أسيد بيقل في السيروسيس فإحنا ممكن ندي فوليك أسيد. الفات سوليبل فيتامينز كمان بتقل في الكوليستاتيك ليفر ديزيزز فلازم نبقى عاملين مونيتورنج عليه. احنا كده خلصنا. انا عارف ان الليفر ديزيز انا اتكلمت فيه سريعا لان هو الكلام اللي فيه كله حفظ، ان لو هنتكلم في كل موضوع من او كل بوينت من البوينتس دي هتحتاج لوحديها اساسا محاضره لوحديها، فيعني احنا يعني خلينا ملتزم، الكلام اغلبه حفظ الحقيقه اكتر منه فهم. انا حاولت اوضح بقدر الامكان اللي يمكن ايضاح. شاكر لحضراتكم جدا يا دكاتره وبتمنى لكم تمام التوفيق. بنبه بس عليكم في نقطتين، احنا المرات الجايه احنا نبهنا ان لازم في العمل، والمعيدين ان شاء الله هينبهوا على حضراتكم في ده، ان احنا لازم في العملي نيجي حلين الكيزس. الكيزس موجود عندك في الكتاب، تيجي حللها في الكتاب. بعد كده مش هيبقى فيه، هيبقى اللي مش حالل الكيزس بتاعته في الكتاب وجايبها معاه عشان تصحح كل مره، هو احنا هنعتبره متغيب عن هذا السكشن. خلاص يا دكاتره، فارجوكم او يعني هينقص درجات، فارجوكم الناس دلوقتي انت عندك الثيرابي الكتاب الثيرابي اسف والكلينيكال فارماكولوجي، لازم الكيزز تيجي كل مره محلوله وتوروها للدكاتره. شاكر جدا لحضراتكم وان شاء الله اشوفكم في محاضره جديده، وبرضو انا منتظركم في المحاضره دي يوم الاربعاء ان شاء الله لو في اي حاجه هنتناقش فيها مع بعض او لو هلخص لحضراتكم بعض الحاجات المهمه اللي نبقى محتاجينها. شكرا جدا، سلام عليكم.